السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ففي هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الضجة كبيرة في السوشيال ميديا على الفنانة اللي كتسمى فاتي جمالي، واللي خرجات واحد الكلام على اللاعب المغربي حكيم زياج، واللي قالت عليه بلي راه تكبر وانه ما عطاهاش الهضره وكذلك اهانها. الشيء اللي استغربوا ليه كاع الناس، كاع المغاربه استغربوا ليه كيفاش حكيم زياج واللي معروف عليه التواضع، كيوقف مع الناس، كيشوف المغاربه، كيتصور مع المغاربه، واليوم كتخرج هذه الفنانه بهذا الكلام. فاخواني اخواتي، راه النقاش اكبر مما تتصورون. ففي هذا الفيديو غادي نعرفوا بزاف ديال الامور، لكن قبل رجائي منكم كالعاده انكم دعمونا باللايك، دعمونا بالبارتاج، كذلك بالاشتراك، وما تنساوش الاخوان كتابه التعاليق تكون ايجابيه. فعلى بركه الله نبداو صلب بالموضوع. فكنت في حياتي فوتبولور مغربي، تلاقيت مع اكبر متكبر فكنت في حياتي فوتبولور مغربي، كيخنزر وكانوا ملايرين، وفي ليله ونهار بداك الغرور ما بقى عندهم حتى ريال. حس مني مع صاحب الدين. قال لك زياش مع فاتي الجمالي وصقعت حكيمي عنده مع الكفره الداخل وخارج الملعب، عرفتي اللي كان دايره؟ راه مارك السوبر هاتريك هاد السيمانه، وزياش باش كيعجبك رقيق حتى في القميع. خروج البنج ودخول زياش، هادي البنج وقمعة قالها غير زياش، بصراحة هي تخلقات غير القميع، حمقى هادي هي. هو هولندا وتكبر عليها، بقيتي غير انت بهادشي اللي دار زياش يستاهل الكرة الذهبية. بيلانتي اللي ضيع ذات البنين ماركا عليك نتيا. صافي فاطمة ما تبكيش ما تبكيش، نطلبو الركراكي ما عيطش ليه المنتخب، ولا ما يكونش لقيتيه مقطوع زعما. لا لا، يكون متفرجش في السوشيال ميديا. إذن إخواني أخواتي، ضجة كبيرة في السوشيال ميديا على هذه الفنانة ديال فاتي جمالي، واللي خرجت وكتقول باللي أو كتهم حكيم زياج بالتكبر، وكتقول أنه تكبر عليها وأهانها. لكن اليوم اللي كنستغربوا ليه هو أن الناس كاملين خرجوا كاع المغاربة كيتضمنوا مع حكيم زياج. فهنا السؤال المطروح، علاش كلشي مع حكيم زياج وهو متهم بأنه نخلها والأكثر من ذلك أهانها؟ فعلاش الأمر كلشي من صالح حكيمي، يعني كاع المغاربة في صالح حكيمي أو مع حكيمي؟ كاين اللي غادي يشوف بلي هاد الأمر تافه، ولكن راه كيستحق أننا نتكلموا عليه. والنقاش اليوم راه مستمر، يعني على حكيم زياج من البارح واليوم مازال، يعني هاد الضجة مستمرة. ففيديوهات نزلوا، بزاف ديال المقالات نزلوا، بزاف ديال الصحف واللي كتبات على شنو قالت هاد الفنانة المغربية اللي هي فاتي جمالي. فصراحة الخرجة ديالها ما عجبتش المغاربة، فقالت كما سمعتوا في الفيديو، كنت في تركيا وكانوا معايا صديقات اللي هما أجنبيات ماشي مغربيات، وتلاقيت بالصدفة مع حكيم زياج في واحد المول، مشيت لعندو باش نسلم عليه ما تسوقش ليا، وعاود كذلك بالصدفة تلاقت به في الفندق وتكلمت معاه وقالت بلي أهانها. أولا إخواني أخواتي، حكيم زياج معروف عليه أنه إنسان طيب، معروف عليه انه عمرو ما مشى عندو شي واحد يتصور معاه وردو، عمر شي واحد ما قال ليه بغيت نتصور معاك وقال له لا، عمرنا سمعنا هذا الشيء. وبزاف ديال الشهادات اللي غادي نبارطاجيوها معكم اللي هي في صالح زياش، يعني عمر شي واحد ما مشى لعندو وقمعو. ولكن السؤال المطروح، واش الصدفه هاد السيده تلاقى حكيم زياش يعني جوج مرات في نهار واحد؟ ما يمكنش، لانها تقريبا حياتها كامله عمرها ما تلاقاتو، وجات نهار واحد تلاقاتو جوج المرات. ممكن المره الاولى تكون تلاقاتو صدفه، ولكن الثانيه راه الله اعلم. فهنا اخواني اخواتي، ممكن ان المره الثانيه اللي في المره الاولى ما هضرش معها، مشات كتقلب عليه وتبعاتو باش تكلم معاه على حسب هذوك الناس او دوك الصديقات ديالها اللي قالت باللي ما بغاش ما عجبهاش الحال، علاش يعني ما تسوقش ليها. فهنا السيد راه من حقه، لاننا اليوم كنعيشوا في واحد العالم اللي اللاعبين المغاربه هما مستهدفين، واكبر دليل داكشي اللي وقع الحكيمي. فهنايا كنعرفوا بلي اللعابه ديالنا المغاربه مستهدفين من طرف النساء، فهي اصلا مشات وتكلمات معاه باللغه الانجليزيه، فهو كيفاش غادي يعرفها بلي هي مغربيه؟ كان عليها تهضر معاه باللهجه المغربيه باش تحرك فيه حتى مغربيت ويعرفها بلي هي مغربيه. فتما الا ما تكلمش معاها تما نقولوا بلي راه متكبر، لكن هي مشات لعندو وتكلمات معاه بالانجليزيه، وهو راه يوميا كيتلاقى بحال هاد الاشكال، يعني الصباح وعشيه كيتلاقى مع معجبات، يعني راه ما يمكنش كل دقيقه بقى يوقف مع شي وحده، وبالاكثر من ذلك هما مستهدفين.
اول حاجه نبارطاجي معكم شهادات ديال المغاربه وديال الناس اللي تلاقى معهم حكيم زياش ونتلاقاو من بعد. دراري دريات تلاقيت مع واحد فوتبولر مغربي قلت لي هاي تا هو قال لي هاي وبس صورنا قلت لي باي ويقول لي باي. السلام عليكم، هذا واحد الفيديو بغيت نرد على قبل ديك السيده اللي قالت بان حكيم زياش انسان ما متواضع ومتكبر. هذاك السيد من اطيب خلق الله، انسان متواضع، القمه ديال الاخلاق، انسان مربي من الاخر. انا غنعاود لكم باختصار شنو وقع لي معاه. المهم واحد النهار كان جا من هولندا وتلاقيت معاه في مراكش، تيتوج معاه في هضره شويه. في الاخر فاش كان بيمشي قلت له واش عندك شي توني ديالك، هو يقول لي ما جبتوش معايا هاد المره. قال لي المره اخرى راه غنرجع دابا شهر ولا شهر ونص ونجيبولك معايا. انا قلت زعما غير دار لي خاطري، وقال لي هاديك الهضره. نسيت انا داكشي، دازت المده. واحد النهار نزل لمراكش و تيسول عليا شي ناس في الخدمه، تيسولهم عليا قال لهم هاد الدري سميتو ما عرفتش في الباج الخدمه، وقال لي سميتو فين كاين. المهم داك الناس عندهم المرتي وداكشي اتصلوا بيا وانا نجي عندو. لقيتو نيت هو كيسول فيا، كيقول لي تيسول فيك زياش. انا جيت لقيتو هو تسالت معاه وداكشي ويقول لي راه جبت لك الامانه اللي كنتي قلتي ليا. مسكين هو حل لافاليز ديالو، هو جبد ليا التوني ديالو. يعني اش بان ليكم واحد فين واصل؟ عطى كلمه ووفى بها، ها ماشي راجل هذا، هذا ماشي متواضع، يعني القمه ديال التواضع. داك السيد ها هو العام اللي خليه في لاجكس كان بيمشي لكسال تشيلسي، ها هو زياش، ها هو من ديك الساعه انا محافظ عليه اوفيسيال ديال الفرقه. باش تنوض هذيك السيده وتقول عليها راه متكبر وما متواضعش، الناس عارفين واش كيسوى زياش. راه كيجي المغرب كيدير غير الخير، راه كاين دابا المنتخب راه ما تيشد حتى درهم، كلشي راه تعيين الجمعيات الخيريه وكيدير الصدقه. الله يقبل ليه هذاك السيد، ولد الناس ومربي ومتخلق. وانا شفت هاد الشهاده ديال الحق، وهاد الفيديو يقدر يشوفه هو ولا يشوف شي صاحبه، وراه غيعرفني مزيان وانا عزيز عليه ونجيب معاه التصاور ونجيب معاه شي لعبات وكنحترمو وتنقدرو. هو بغض النظر على هادشي كله حتى في الكورة راه النيفو هار بزاف في كرة القدم. السيد كيلعب بعقلو كتر من القياس، هذا ما كان. تحياتي للجميع. فإخواني أخواتي، راه المغاربة اليوم عارفين باللي المغرب محسود من طرف الأعداء في مجال كرة القدم. المغاربة اليوم عرفوا باللي كرة القدم راه ماشي غير لعبة، بل حرب أو ساحة حرب، خصوصا الجيران واللي بغاو يصفوا بزاف ديال الحسابات عن طريق كرة القدم. فالاتهامات المجانية يعني من طرف الجيران، لا سواء يعني للرموز ديال الرياضة، بحال يعني على سبيل المثال فوزي القجع ومنها مجموعة من اللاعبين المغاربة. فهاد السيد اللي هو حكيم زياش واللي اتهمته هاد السيده تزاد في هولندا وكبر في هولندا وكان عنده عرض كبير في هولندا باش يلعب في صفوف او في المنتخب الهولندي، لكن هو اختار انه يلعب في بلاده. والمغاربه عمرهم ينساو هاد الشيء وينساو هاد القضيه. حكيم زياش ملي كان عنده حتى مشكل مع حليلوزيتش فسولوه الصحافه الهولنديه وقالوا ليه ماذا لو عاد بك الزمان الى الوراء، فقالوا ليه واش غادي تختار هولندا ولا غادي تختار المغرب. فجاوبهم وقال ليهم غادي نختار المغرب، وحنا كنفتخروا بهذا الامر وهذا الشيء اللي دار زياش كبر ببلاده. فصراحه هذه الفنانه كانت غلطه وما كانتش عارفه بلي المغاربه غادي يقولوا هذه الكلمات ديال الحق في حق حكيم زياش. البارح خرجت في واحد المباشر في التيك توك حاولت انها تدافع على راسها، ولكن في الاخير يعني عرفت الغلط ديالها. فراه السيده كان عليها تتواضع تكلم بالمغربيه باش تحرك فيه حتى مغربي، لانه كنت كلمات معاه باللهجه ديالنا بالمغربيه فاكيد راه ما كانش غادي يدخلها، اكيد ما كانش غادي يسمح فيها، غادي يجلس غادي يعطيها الصواب غادي يتكلم معها كما تكلم مع شحال من واحد وتصور مع شحال من وحده، ويعني بزاف ديال الامور دارها مع المغاربه. الكميه الخياليه اي جو بونس كاع الناس اللي كاينين هنا كيبغيو زياش
وبغيت نسولكم علاش كتبغيو لك زياش؟ الا تلاقيتي الا تلاقيتي زياش ما ما ما, ما غاديش تظن كبلا ما تحس غادي تبغي تقول لي تبارك الله عليك وحنا كنبغيوك وانت ولد بلادنا وهزيتي الدرابو، كتوقع غادي ديرها ولا ما توقع؟ لا جداني حتى ديك ستوري كنت استفوا فوالا هادشي اللي كاين. لا لا ندوز شي خلطه سحريه كيفاش نمسحوا ولا كيسمعوا ديال لي باج جيسبر كو خلي الموجة تتسالي صافي تتبرد الراس صافي دابا اللي عطى الله عطى قادر يتبرد صافي.